وينضم إلينا عبر خدمة سكايب من الرياض الكاتب والمحلل السياسي سليمان العقيلي. أستاذ سليمان، أهلا بك معنا. ما هي أهمية هذه الخطوة اليوم وما الذي تؤسس له في المرحلة المقبلة؟ نعم، حييك وزميلك ومتابعيكم الكرام. في الواقع أنه حتى الآن لم نتوصل لصيغة الاتفاق أو صيغة المصالحة التي أتوقع أنها يعني ستستجيب للمتطلبات الأمنية للدول الأربع المتحالفة، المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين. وإذا فإنه هذه المساعي الحقيقة ينبغي الإشارة إلى أنها ليست جديدة. يعني وزير الخارجية السعودي تحدث عن مساعي في هذا السبيل قبل أشهر. المصادر الأمريكية سربت أنباء قبل عدة أشهر. يبدو لي أنه الاتفاق ينضج على نار هادئة بحيث أنه يلبي متطلبات الأمنية لجاء جميع الدول ويؤسس لمرحلة جديدة تتمتع فيها دول المنطقة بالسلام والهدوء والتنسيق والتعاون، خاصة أننا في مرحلة صعبة ودقيقة جدا اليوم من خلال. طيب أستاذ سليمان، يعني هل هي فقط حلحلة، بداية حلحلة للأزمة، ولم يأتي بعد دور الحل الشامل لهذه الأزمة؟ أنا أعتقد أنها يعني أنها لم تنضج الصفقة أو التسوية، وأننا في يعني بدأنا نقطف بداياتها. ولكنه على كل حال المرجو اليوم هو أن تستجيب جميع الأطراف لهذه المساعي، لأنه الحقيقة المنطقة تواجه تحديات جسيمة، سواء على مستوى الصراع الأمريكي الإيراني على مستوى الحوار في 5+1 المقبل الذي يتطلب الحقيقة اتحاد خليجي أو موقف عربي واحد يؤسس لضغط. طب ما هو المطلوب في المرحلة المقبلة أستاذ سليمان؟ يعني ما هي الخطوات التالية لمعالجة أو لإيجاد حل لهذه الأزمة ولمعالجة أيضا الآثار التي ترتبت عن هذه المقاطعة التي دامت 3.5 سنوات من الخلاف؟ وأيضا اليوم المجلس قريب ربما من الاحتفال بعقده الرابع أيضا. نعم، في الواقع أن الأزمة ضربت في الصميم مجلس التعاون الخليجي، جمدت كثير من نشاطاته، قلصت فاعليته، وظل المجلس على مدى السنوات 3.5 يعني مشلول، ما عدا النشاطات المتعلقة بالتعاون الأمني والعسكري. ربما اليوم المفروض أولا أنه يعني تبلور مرتكزات أو مبادئ أو إجراءات لزرع الثقة من جديد، لأن الثقة منزوعة بين الدول المتحالفة الأربعة وقطر. إجراءات ثقة متبادلة الحقيقة. وثانيا أنه تكون الالتزامات القطرية بالنسبة للدول الأربع واضحة ومضمونة ومكفولة من قبل الوسطاء، بحيث أنه ما نرجع بعد فترة بسيطة إلى أزمة مماثلة ومقاطعة مستنسخة جديدة. عبر خدمة سكايب من الرياض كنت معنا الكاتب والمحلل السياسي سليمان العقيلي، شكرا جزيلا لك.